السنه كيقولوا لها. يلمى السنه. اه عند البير ديالها عندها كل شيء. شنو هذا السيد ولا شنو؟ هذا بحال السيد هذا. بحال جوي مع صغيره. الناس وكذا. كانوا كيباتوا فيها فيها طاح التخييم مال البيره. البيره هو. يا عبد العظيم انا ماشي خايل خاينه ماشي جابات السكنه. ها جابات السكنه وانا كيف جاتك شهاده السكنه؟ كيف جاتك الطبيعه خايل؟ اهدا عشاني فريد من نوعه فيما يخص. دابا الفرق ما بين هاد ثلاثه الجبال، اولا جبل سيدي الامام كيمتاز بديك الطلعه ديالو، فيها خضوره بزاف فين كاين السقايه حدا داك الدوار ديال طحن طحن طحن. ايوا داك الجبل ديال قربوه هذاك عاوتاني كيمتاز بالغابه، وهذيك الغابه اللي كيكون فيها الظل بزاف فين كاين داك الشح داك اللعيبات الخضرين اللي كيكون شجر الشح ديال الخضر. هذاك النوع ديال الشجره هذاك ملي كيكون خريف كيرجع اصفر وكيرجع برتقالي في الاخير. هذاك تبارك الله صاحبي كانك كان في سويسرا ولا النمسا ولا شي حاجه. هذاك خصك تجي له عرفتي خويا هذاك شهر 11 خريف خريف خريف. دابا هذا عاوتاني باش كيمتاز كيمتاز بالماء. دابا ها انت حنا قربنا دابا نوصلوا للقمه ديال الجبل ومازال كنسمعوا الماء خارج من هنا ومن هنا. تبارك الله هذا الجبل كامل عامر بالمياه هنا. سبحان الله هذه الغابه هذه واخا ندوز فيها العافيه على جوج مرات او حيات من جديد عاود. اه لا تبارك الله داك الشيء هو العادي ما thank you.
الوقت هو الوقت ما لي سمعتي مزيان ما هي
هذيك الاولانيه من موراها ثلاثه جبنا هذه الجبوله ثلاثه الجبوله ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه ثمانيه جبوله جبنا هنايا هنا وصلنا لهاد البيست وشوف سبحان الله لهيه كاين الشمس ها انت هنايا هنا كاين الشتاء ولهيه على منظر كي داير اصاحبي والحماق هذا ماشي الطراجي هذا Bye.